تدخلون الجنة فترون هذا الوصف، هذا النعيم والملك الكبير والبناء من الذهب والفضة، ثم ترون الأنهار، أنهار عجيبة ترونها في الجنة إن شاء الله. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. ماء، تعرفون الماء إذا ركد كيف تصبح فيه رائحة؟ هذا اللي يسمى الماء الآسن، الذي فيه رائحة، الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته. ماء الجنة صافي نقي طاهر غير آسن. وأنهار من لبن، أنهار من حليب، عجيب، شيء عجيب، أنهار من حليب. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، حليب طازة لذيذ ليس فيه طعم فاسد. وأنهار من خمر لذة للشاربين، الذي يشرب الخمر في الدنيا يحرم منها يوم القيامة، والذي يحرمها على نفسه في الدنيا تقوى لله فهو إن شاء الله من شاربيها يوم القيامة. وأنهار من عسل، احنا الآن نشتري العسل كمية بسيطة بكذا وكذا، في الجنة أنهار من عسل مصفى. فهكذا تشاهدون في الجنة لما تلتفتون في أنهارها بإذن الله، وتشاهدون عيون الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين تنبع بالكافور ولها اسم خاص، هذه عين اللي تطلع الكافور بالرائحة الجميلة لها اسم خاص. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال بعض العلماء هي نفس العين التي قال الله عز وجل عنها: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عين ماء من كافور يمزج مع الزنجبيل، مزاجها يعني ما تمزج مع الزنجبيل. يقول الله عز وجل: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذه عين في الجنة. وعين أخرى في الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك، الأرائك السرائر، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ما تشوفون بعض الناس وتشوفه منعم تقول هذا والله ولد خير، من وجهه يبين، من الوجه يبين، هذا أهل الجنة كلهم هكذا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، النعيم مبين في وجوههم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه، يمزج هذا الكأس الرحيق المختوم، الخمر، الخمر المختوم الذي لم يمس، الخمر المعتق كما يقولون، مختوم حتى يصفى طعمه للمؤمن. هذا الخمر يمزج بماذا؟ يمزج من تسنيم، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إذن عين تسمى تسنيم من عيون الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الشراب. وتتلفتون فإذا القصور، قصور عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، الغرف قالوا القصور، يقول الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، طوابق، مو هو طابق واحد، غرف طوابق، قصور من عدة طوابق، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني شفافة، قصور شفافة، عشان نتخيل بعض الخيال اللي في الجنة، ما هو قصور مثل الدنيا، بعض القصور اللي في الجنة قصور شفافة أعدها الله. هذه قصور لمن؟ قصور ضيافة خاصة، غير قصور السكن، لا، قصور السكن ما يراهم فيها أحد، سنصفها بعد قليل. أما قصور الضيافة هذه لمن؟ للذي كان يطعم،
يقول الله عز وجل: أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام. مثل ما كان يضيف في الدنيا عند قصور في الجنة خاصة له، وأعدها الله لمن ألان الكلام، صاحب الكلام اللين الأسلوب اللطيف، حتى مع المخالفين. موسى وهارون عليهما السلام رسولان عظيمان يبعثان إلى فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، ويؤمران فقولا له قولا لينا. هذا خلق الأنبياء، لين الكلام. بعض الشباب اليوم متحمس بحماسه، يرى أن إقامة الحق هي بالصراخ وبالكلام الشديد وبإقامة الحجة والمنطقة. لا يا ابني، لا يا ابني، لا، ليس هذا منهج الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يعد هذه القصور لمن ألان الكلام، ولمن أيضا هذه القصور؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وتابع الصيام. كثير الصيام يصوم دائما إلا الأيام المحرمة، وصلى بالليل والناس نيام. فهذا يرزق بهذا النوع من القصور. تلتفتون إن شاء الله كذلك وتجدون بالإضافة للقصور تجدون خيام، لكن خيام ليست كالخيام اللي نعرفها، خيام قماش تعبان، لا، خيام وصفها خاص، فيها الحور العين. يقول الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري خيمة من هذه الخيام، يقول: الخيمة درة مجوفة. الدرة اللؤلؤة الكبيرة. تخيل أنت داخل الجنة وتشوف لؤلؤة كبيرة هكذا، هذه خيمة الجنة مجوفة من داخل، درة مجوفة طولها في السماء، ارتفاعها 30 ميلا. يا الله، أي وصف عظيم هذا، وصف عظيم. درة مجوفة 30 ميل في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدرة اللي فيها الحور العين، يقول: في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. أهل فيها من حجمها من كبرها، الأهل عايشين في زواياها لا يرى بعضهم بعضا من حجمها من كبرها. وفي الحديث الآخر: إن للمؤمن في الجنة، هذا لكل مؤمن، كل واحد لها الخيمة هذه، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها كذا ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي الجنة مساجد، لكن مساجد للتفاخر، مساجد للفخر. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. كيف يستطيع الإنسان أن يبني مباني في الجنة، يزيد مبانيه في الجنة؟ في طريقة بسيطة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا. إذا صليت في اليوم والليلة في 24 ساعة صليت 12 ركعة غير الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. يعني كل يوم تقدر تبني لك بيت. أي نعيم، أي فضل، أي كرم من الله سبحانه وتعالى ذلك. وجاء في الكتاب الكريم: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، صباحا ومساء، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فتحدث العلماء: هل في الجنة صباح ومساء؟ يقول ابن تيمية رحمه الله بعدما دقق ونظر وتأمل في الأدلة في هذا الموضوع، يقول: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل عرش الرحمن. إذا ظهر النور عرفوا أن هذا الصباح، وإذا ظهر النور يظهر يعرفوا أن هذا المساء. نور يظهر من اتجاه العرش، عرش الرحمن، فيعرفون به الصباح والمساء. وتسير إن شاء الله في الجنة، ترى الخيام وترى القصور، تمشي على الزعفران واللؤلؤ والياقوت، وتسير بين الذهب والفضة والمسك، وتسير بين الأشجار، شيء عجيب من الأشجار والثمار. يقول الله تعالى: إن للمتقين مفازا.
حدائق وأعناب، أشجار العنب وأنواع الحدائق. ويقول في الآيات الأخرى: فيها فاكهة ونخل ورمان. ويقول عز من قائل: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، ما في شوك، في سدر مخضود وطلح منضود على المناضد، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. ما لها حصر هذه الفاكهة، من كثرتها ما لها حصر، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاكهة معلقة، ما هي مقطوعة ولا هي ممنوعة، ما في فاكهة ممنوع يأخذها المؤمن، مسموح لك بكل هذه الفواكه، من كل الفواكه. يقول الرب سبحانه وتعالى: فيها من كل فاكهة زوجان. كل فاكهة تعرفها فيها نوعين من هذه الفاكهة، وكل ما تتمنى من أنواع الفواكه وتتخير، وفاكهة مما يتخيرون. وفي الآية الأخرى: وفواكه مما يشتهون. هذه الفواكه تشبه في أسمائها أسماء الدنيا، وتشبه في أشكالها نوعا ما أشكال الفواكه التي نعرفها في الدنيا، فيعرفون هذا رمان وهذا تفاح وهذا عنب وهذا نخل، يعرفونه. يقول الله سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. نفس الفاكهة اللي كنا ناكلها من قبل، يقول الله سبحانه وتعالى: وأتوا به متشابها. ثم جاء في التفسير أنها فقط بالشكل تشبهها، أما عندما يأكلها فهذه الفاكهة أكلها نعيم، فهي تشبهها بالاسم والشكل، لكن حدث ولا حرج عن طعم واللذة في أكلها. وتتمشى إن شاء الله في الجنة وترى هذه الفواكه، فإذا اشتهيت، فقط تشتهي فاكهة بعينها، ماذا يحدث؟ هذه الفاكهة اللي تشتهيها بدون ما تتكلم، بدون ما تركب شجرة، بدون ما تفعل شيء، فقط تشتهيها، إذا اشتهيتها اقتربت الفاكهة، نزلت إليك حتى تصير عند يدك وتقوم تأكلها. يقول الله سبحانه وتعالى: وجنى، الجنى يعني جني الثمار، وجنى الجنتين دان، يعني داني يقترب منك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وذللت قطوفها تذليلا. مذللة قطوف الجنة، وتبدأ إن شاء الله تتمشى في الجنة، وتتمشين أختي إن شاء الله في الجنة، فترين هذا النعيم وتتعجبين من أنواع الأشجار، أشجار عجيبة ما رأيت مثلها من قبل، وأشجار ضخمة جدا ضخمة. الناس سبحان الله اليوم لما يروحون بعض، يعني في بعض غابات كاليفورنيا، رأيت أشجار هائلة ترفع راسك كأنك ترى ناطحة سحاب من خلق الله سبحانه وتعالى. فكنت أنا والأولاد كذا متعجبين، ما هذا الارتفاع، شجرة بهذا الارتفاع؟ هذه الشجرة قارنها لما ترى إن شاء الله الشجرة التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها، في ظل هذه الشجرة يسير الراكب، مو الماشي اللي راكب على فرس، يسير الراكب في ظلها 100 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك: اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. هذا ظل ممدود 100 سنة تمشي في ظل شجرة واحدة، هذا للراكب المسرع. وتبدون إن شاء الله تتمشون في حدائق الجنة وتتعجبون من هذه الأشجار، أشجار غريبة لم تروا مثلها أبدا ولم تسمعوا بمثلها أبدا. اسمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها، سيقان هذه الشجرة إلا وساقها من ذهب، أشجار ذهب. فيا الله، يا له من نعيم، كيف يكثر المؤمن من أشجاره في الجنة؟ احنا قلنا كيف يكثر من بيوته في الجنة، كيف نكثر من أشجارنا في الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم:
يوم الإسراء التقيت بإبراهيم عليه السلام، لقيت إبراهيم يوم أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك، يعني سلم عليهم وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها الغرس الذي يصبح شجرة، ماذا تغرس في الجنة، كيف تغرس لك أشجار في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما قلت سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، لا إله إلا الله شجرة في الجنة، الله أكبر شجرة في الجنة. وفي الحديث الآخر ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أيعجز الإنسان وهو في السيارة بدل ما يسمع الأغنية ولا سوالف فاضية، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أبني لك زرع حدائق. بعض الناس يروح الفراش يطول على ما ينام، وأنت تستلقي على فراشك إلى أن يأتيك النوم، ازرع ازرع في الجنة، سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ازرع ازرع في الجنة ما يكلف شيء، سبحان الله العظيم. فهذا من نعيم الله عز وجل. وتتمشى في الجنة إن شاء الله، والجنة فيها حيوانات وفيها طيور، وإذا اشتهيت طير من هالطيور شيء عجيب، أول ما تشوف طير عاجبك على شجرة من هالأشجار أول ما تشتهي بدون ما تقول شيء بدون ما تنادي أحد، أول ما تشتهي الطير يسقط الطير مشوي أمام يديك، سبحان الخالق. يقول الله عز وجل ولحم طير مما يشتهون، وفيها ما تشتهي من الدواب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه جاء رجل بناقة مخطومة، ناقة مربوطة، فأعطاها سلمها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه في سبيل الله. هذا الرجل تصدق بهذه الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. فكلما تصدقت بشاة لك 700 إن شاء الله في الجنة، كلما تصدقت بدابة كل ما تصدقت بشيء 700 مضاعفة يوم القيامة. فإذا أردت أن تكفر من مزارع الغنم ومزارع اللي عندك يوم القيامة أمرها بسيط، فتدخل الجنة. ونسيت أن أصف لك شكلك في الجنة، يوم القيامة تتغير الأشكال، الله سبحانه وتعالى يبدل كل شيء. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الإخوة اللي قصار شوية هذا الحديث يبشرهم، يقول خلق الله عز وجل آدم طوله 60 ذراعا، قالوا الذراع نصف متر يعني 30 متر طوله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. كل واحد يدخل الجنة ما هو متر ونص ومترين لا خلاص هاي تروح 30 متر. أي خلق وأي عظمة وأي مهابة وتبجيل ينزله الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة. والأشكال عجيبة، يصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة فيقول يدخل أهل الجنة جردا مردا، ما في لحى، تروح اللحى يوم القيامة خلاص أمرد، كل واحد يرجع أمرد بدون لحية، كأنهم مكحلون عيونهم مكحلة، أبناء 33، كل واحد يصير عمره 33 سنة، كلهم سن واحدة، وكذلك الحور العين سن واحدة، عربا أترابا، الأتراب اللي أعمارهم واحدة، فأهل الجنة كلهم أعمارهم واحدة 33 سنة، اللي مات أصغر واللي مات أكبر كلهم يصبحوا سن واحدة، ما في شايب في الجنة، ما في شايب، كلهم يرجعوا شباب في عز الشباب وعز القوة والعقل في 33 سنة. وأهل الجنة لا ينامون، نعيم ما في، كل لحظة نعيم.